انت تقول لي وين هذا بالقرآن الكريم؟ على سبيل المثال اقرأ لك بعض الآيات. نقرأ بعض الآيات على سبيل المثال، بس باوع لي ارجوك. وكذلك سورة الكهف، وكذلك خلينا نتعلم قرآن انا وياك، انا وياك اثنيناتنا نتعلم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، من هم اللي بعثناهم؟ اصحاب الكهف. بالله انتبه لي ارجوك. ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قال ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى، واحنا بيا بحث تزكية النفس، ازكى طعاما، ازكى فيظهر الطعام الحلال الطيب يأثر على النفس لو ما يأثر. يأثر، ولهذا لم يطلبوا أكثر طعاما أو طعاما بغض النظر عن الكم أو النوع، بل طلبوا النوع. الريق طعام شنو؟ زكي. يا أبي ليش تدون طعام زكي؟ يعني الريق طعام ما بي شبهة، ما بي إشكال شرعي، حلال مثلا. يا بليش يقولون هذا يأثر على النفس لو ما يأثر؟ يأثر، هذا يأثر إذا كان مو زكي، يأثر على نفوسنا، يأثر يخرب نفوسنا. وإذا خربت نفوسنا نقوم نبحث عن المعصية بعد، مو نبحث عن طاعة الله تعالى. فالطعام إلى أهمية وإلى آثار، بأخذك للجانب الإيجابي لو أخذك للجانب السلبي. أنا أسأل الإخوة سؤال، واحدة من الأمور اللي قالها الحسين يوم العاشر بأعدائه شنو؟ شنو؟ واحدة من الأمور اللي قالها الحسين عليه السلام يوم العاشر بأعدائه شنو؟ ها؟ ملئت بطونهم، ملئت بطونهم شنو؟ من الحرام. لما ملئت بطونهم من الحرام أقدموا على قتل الحسين، يعني أقدموا على انتهاك أكبر حرمة من حرمات الله. فهذا اللي يتعلم على أكل الحرام يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة شوفه يقوم يقتل، يقوم يهتك العرض، يقوم يفعل ما يفعل، لا وجدان ولا ضمير ولا إنسانية ولا كل شيء. أكل الحرام يأثر على داخل الإنسان. تعال هاي الناس شلون تقنعها بهذا الحج؟ شلون تقنعها الناس؟ شلون تقنعها؟ شلون تقنعها؟ يا ابا بنشوفون مجتمع بدا تكثر به الحالات السلبيه، ترى لها هاي اسباب، لها هاي الاثار جايه من اسباب. سبب من هاي الاسباب لقمه الحرام. الناس ما تقدر تصدق، شو السبب؟ ما تقدر تصدق يا ابا، هذا الموضوع خطر. الحسين يوم العاشر قال اعداء، قالوا ما انا ادري بيكم ليش تقتلوني، انتم بطونكم مبليه حرام. فالموضوع مو سهل، يعني يوصل الانسان هيك مواصيل. فالمؤمن اللي يخاف على دينه على يكون يصير حذر بهذا الجانب، كلش يكون يصير حذر. فهذا اللي ياخذ رشوه مثلا بالدائره يوم ما اعرف وين يوم كذا، يكون يحسب حساب. والمشكله هسه هو هذا مو بس يلوث نفسه، وانما قاعد يلوث زوجته المسكينه ويلوث اطفاله المساكين، هذا قاعد يلوث امه كامله. المشكله هذا يعني يا اخي ويا من تحكي، ما تقول ويا من تحكي، المهم المؤمنين يسمعون. اما ذولاك صاروا بعداء شو اسوي لهم؟ ختمه طبعه بدرانه ام على قلوبنا اقفل، اسوي لهم بعد ذولا انتهوا. المهم اهل الايمان يسمعون، او اللي استوى بادي بهذا الطريق لا سمح الله، هذا الطريق الموزي، اللي استوى بادي يقدر يرجع لو ما يقدر؟ يقدر. اما اذا مشى بالطريق شوط طويل بعد ما يقدر يرجع، بعد ما يقدر يرجع. يعني العلم الاخوه، اللي ينشط شوط طويل بالمعاصي صعب يرجع. مثل واحد سرطان ينتشر بجسمه، الله يشفي كل مرضانا، بس هم الدكاتره يقولون اذا انتشر بعد نسيطر عليه لو ما نسيطر؟ بعد ما نسيطر هذا المرض المعنوي هم نفس الشيء. ائمتنا هاي قالوا بالروايات نكته، نقطه في الروايات، قالوا الذنب نكته او نقطه تطلع بداخل الانسان، داخله يا اخي، بداخله بداخله. ائمتنا يقولون اذا ما مسحها بالاستغفار والتوبه تكبر 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 تكبر، تبتلع القلب كله. اذا ابتلعت القلب بعد صاحبه الى رجعه يوم ما لا رجعه.
بعد ما له خطرج على الله ختم الله طبعه انتهى. فالإنسان المفروض من البداية، هذا الكلام مو لتضييع الوقت، هذا الكلام لتغيير الحال واتخاذ القرار المناسب بكل سرعة. وتوبوا إلى الله، وتوبوا بسرعة، لا تأخروا، الموضوع ما يتحمل تأجيل، توب بسرعة. لقمة الحرام تسبب مشاكل كثيرة أيها الإخوة، وانتوا قاعد تشوفون الآن بالأخبار شنو قاعد يصير بمجتمعاتنا بشكل عام، شنو قاعد يصير، أمور ما كنا نسمع بيها ولا كنا نعرفها ولا كنا نصدقها ولا كنا قام تصير. لا، هاي لها أسباب، هاي ما جاية من فراغ. ليش قبل ما صارت بهالشكل هذا؟ هل تقول لا يا أخي قبل هم كانت موجودة بس ما كان أكو مواقع تواصل مثل الآن وتنشر؟ أقول لا، كانت موجودة صح، ولكن بهالنسبة يو أقل، هذا مسلم أقل، مسلم الآن النسبة زادت، احنا كون ننظر للنسبة، النسبة تخوف، ايش قد نسبتها والان ايش قد يكون هذا يدرس، واسبابها ممكن تدرس، اكو مشاكل الان ونسبتها بدأت تصعد. ليش هاي بدأت تصعد؟ اكو عدة اسباب، منها هذا السبب، ما اقول هذا كله، منها